جاي ابوك جاي. طب امسك السبب. ما هو ابويا انا كمان. شهير صديقي الصدوق منور الحفله. منير عرفك باصحابي بهير وسمير. اهلا وسهلا. ايه ده انا شفتك قبل كده، انت مش كنت في سور عطاره؟ الثانيه كان اسود. صح الثاني اسود. صح شهير عايزك تنبسطوا قوي. ها عايزك بقول لك ايه، سميره وشهيره وبهيره جم الحفله وانا رايح عايز اظبط معاهم وعلق كل واحده فيهم، يعني فانا محضر الاول واحده بهيره فخفخينه دي هقولها لها تمام التمام. سميره بقى محضر لها قشطه دي هتمشي معاها. الثالثه بقى لا شهيره سيبها لي. اسيبها لك ليه يا ابني؟ انا عايز ايه لا سيبها لي انا هظبطها لك. اوكي منورين يا جماعه الحفله، حفلتكم كاساتكم مزيكتكم. ها امك دي امك 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 تمام. لا مش تمام، انا امي بيتعمل عليها حفله هناك يا جدعان، انا اروح سعيده يا جماعه. سعيده مبارك. الله الله، ده احنا بقينا عال قوي. شهيره اللي حكيت لك عنها يا بهير. بهير صاحبي. ازيك يا بهير؟ ازي حضرتك يا طنط؟ طنط ايه يا غبي، انطر دلوقتي انطر. سمير بهيرة اخيرا بقينا لوحدينا. لو قربت مني حرمي نفسي. حرمي نفسي معاك. ترمي نفسك فين؟ انا كده مش هتولد. انت عايزه مني ايه بالظبط بهير؟ انا عايزاك تتجوزني دلوقتي حالا. لا مش هينفع بهيرة اللي انت بتقوليه ده. ليه ما ينفعش؟ انا هكون اسعد انسان على وجه الارض لو اتجوزت ملاك زي ايوه صح بهيرة، انا مش هينفع اتجوزك لاني لانك ايه؟ لاني مش بني ادم يا بهيرة. مش بني ادم؟ ايوه انا ملاك. ملاك؟ ملاك؟ ملاك صح؟ انا اول ما شفتك قلت كده، قلت مش معقول ابدا ان المخلوق ده يبقى بني ادم زينا. وعشان كده انا في عذاب من ساعه ما عرفتك، لاني كنت اتمنى ان انا وانت استغفر الله العظيم يا رب نتجوز ونعيش في تبات ونبات ونجيب صبيان ونجيب بنات اسمي هو اللي هياخدوه مني وبس. كفايه يا بهير كفايه. لكن دلوقتي أنا لا أملك غير أني أتمنى لك السعادة الأبدية مع الإنسان الوحيد في الوجود اللي يقدر يساعدك. ومين بيكون الإنسان ده؟ الإنسان ده هو منير الخطير. مش ناوي بقى تديني رقم تليفونك قبل ما دوخ؟ 3-4-5-11. رقم تليفونك مش رقم عربيتك. هو ده رقم تليفوني. 5 أرقام بس؟ اللي واخد عقلك ليك سكه معاه؟ تعال. ايه بقى يا ست الكل؟ بصراحه الواد حلو ومتريش، ولو شاور بس بصباع رجله نص بنات مصر هتجري وراه، ما بصلوش ليه انا بقى. يا ستي انا مش معترض، انا معترض على الطريقه، ما تجيش بالبجاحه دي يا سمير. بجاحه؟ انت مش فاهم حاجه، الفقر بعيد عنك بيخليك محوج للي يسوى واللي ما يسواش،
يعني عندك مثلا النهارده لما عرفت انهم هيمشوا فريد شوقي من الفيلم ويجيبوك ما سلمتش على فريد وهو ماشي ولزقت لك انت رغم اني كنت لسه سهرانه معاه اول امبارح. انا لولا صله الرحم كنت دفنتك هنا يا سميره. ما تقفلهاش قوي كده. ايه ده كمان؟ يخرب بيت امي. يعني شويه تنازل عشان الواحده توصل سهره مع مخرج كاس مع ممثل سفريه مع منتج. كفايه مش عايز اسمع. عايش ازاي انا بعد اللي بسمعه ده يا سميره؟ وتسمعه ليه؟ طبعا ما انت عديت بعد الفيلم اللي هتعمله ده وهتبقى نجمه قد الدنيا يا ستي. وان شاء الله انت كمان تبقي نجمه قد الدنيا ونعمل حاجه مع بعض. نعمل حاجه مع بعض؟ ايا العوبان عندي ولا بيتك فاضي؟ انت ايه؟ مفيش في دماغك غير الحاجات دي؟ اسمعيني يا سمير، انا هوعدك ان منير يبقى من نصيبك قصاد انك توعديني تخف اللعب شويه. موسم العرب داخل وما يرضكيش ابنك يطلع بيتكلم خليجي. ده بعد ما انت نزلت على طول العندليب بعد جبليغ حمدي والموجي وقفل على نفسه. ما هو عجبته كذا قصيده على فكره بدل اللي كنت مديهم له، بس هو عمل النمره دي عشان اختلفنا على الاجر. طبعا لازم تعجبه، ده انت موهوب جدا وانا معجبه جدا باشعارك. وهتندهش يا شهيره لما تعرفي مين اللي كتب القصيده دي. مين؟ منير. انا؟ ايوه منير اللي كاتبها، انا مساعده في شويه حاجات بسيطه جدا. حقيقي؟ طب ممكن تقولي اي حاجه انت مؤلفها؟ اصلي معجبه جدا باسلوبك في الشعر. ما هقول ايه؟ ما تقولها يا منير القصيده بتاعت كل مره. يا ابني اول مره اشوفها دلوقتي. لا القصيده اللي اسمها كل مره. القصيده اللي اسمها كل طب طبعا مكرة؟ طبعا مؤلفها هتعجبك. يعني هي بتقول كل مره كل مره بشوفك فيها بشوفك فيها نفسي ببقى نفسي اجي لك اقول لك ان كلك على بعضك عندي بالحياه. طب بهير تعالى معايا. سيبني والنبي يا سمير 5 دقايق. يا ابني في مشكله كبيره. يلا فيها يا سمير. ما تنطق. شهير واخد ابوك يظبطه مع امه ونزل شتيمه في ام امك. ايه مش كده وبس؟ ده انا سامع بوداني دول بيقول ان امك باين عندها شقه بزايد 2000 مؤاخذه يعني فتحها للتجار. احلف ان قال كده على مامي. وشرف امي قال كده يا بهير. ده لايق ملوق عايز يتولد هو لوحده ونفضل انا وانت محبوسين هنا. اخصى عليك يا شهير، هو انا اللي كنت بعتبرك اخويا؟ انت طلعت اخويا اكتر منه. عشان الكلمه دي بقى انا مش هسيب امه. هتعمل ايه؟ هنتغدى بيه قبل ما يتعشى بينا. معايا نطير شهيره؟ معاك نطير شهيره. جاهز؟ صحيح يا سمير الواد شهير ده مش ناوي يسيبه من البت اللي اسمها شهيره؟ اشمعنى يا بهير؟ ده بيقولوا عندها انفلونزا الخنازير. خنازير ايه؟ الخنازير دي جديده؟ شوف مرض دلوقتي. صحيح يا سمير الواد شهير ده مش ناوي يسيبه من البت اللي اسمها شهيره؟ اشمعنى يا بهير؟ ده بيقولوا عندها الطاعون. طاعون ايه يا ابني اللي دلوقتي؟ الطاعون ده من ايام الحمله الفرنسيه. شوف مرض جديد شويه وخلصني يلا. صحيح يا سمير الواد شهير ده مش ناوي يسيبه من البيت اللي اسمها شهيرة؟ اشمعنى يا بهير؟ ده بيقولوا عندها الصفرة. يا ساتر يا رب. ده مش بعيد تعديه. ومش بعيد كمان تعدي منير الخطير.